مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا بيت الداء والدواء، اللي بتكلم فيها عن كثير امور بتهم التغذيه والاكل والشرب والرجيم وزياده الوزن ونقصان الوزن وكل هاي الشغلات المهمه، واهم شيء الاكل الصحي. اليوم كما عودناكم حيكون معنا حبيبنا وصديقنا الدكتور سامح مصطفى. اهلا وسهلا فيك دكتور سامح. حبيبي، ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ طمني عنك. مشتاقين لك انت والعيلة، ان شاء الله تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. وانت بالصحة والسلامة، كل سنة وانت طيب، انت والمشاهدين بتوعك، وعيد اضحى سعيد عليكم، ويا رب كده كل واحد يكون اتبسط وكل بس ما خرفش كتير. اكيد اكيد، العيد هذا دائما بيكون فيه زيادة المحبة وزيادة الاكل وزيادة الخير يا رب على الجميع. يا رب يا رب. دكتور، في سؤال بيسألوه دائما، الدجاجة ولا البيضة ولا البيضة؟ محير العلماء. سؤال ثاني محير العوائل، الراجل هو اللي بيأثر على زوجته ولا الزوجة هي اللي بتأثر على زوجها؟ وهنا سؤالنا في هذه الحلقة سيكون، ما الذي يؤثر على الدماغ؟ يؤثر على العقل ولا العقل يؤثر على الدماغ على المعدة؟ فهذه الأسئلة يعني اليوم كلنا أذان صاغية لك. انت جميله المقدمه دي، جميله جدا يعني. احنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا زينه. اهلا وسهلا يا زينه، واهلا وسهلا يا زينه، الله يخليك. بص، انا مبسوط قوي قوي ان انت جبتها بصيغه علاقه الراجل ومراته او علاقه البيت. الحقيقه احنا ممكن فعلا نتخيل جسم الكائن الحي والبني ادم فينا زي كده البيت. انت عبارة عن هوست، انت عبارة عن بيت. البيت ده بيحتوي على اعضاء، الاعضاء دي بتتفاعل وبتتعامل مع بعض وفي بينها كوميونيكيشن. يعني طبعا كلنا عارفين العصب الحائر او العصب العاشر او الفيجاس نيرف، وناس بيقولوا كتير قوي ده يعني بتاع الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم، وادعك هنا عشان يعني يعمل لك كالميشن. لكن هو الحقيقه لو انا عايز اعمل ديسكريبشن مهم قوي للعصب الحائر، هقول ان هو فيري امبورتنت كوميونيكيشن تول. ده بيربط الجت او الجهاز الهضمي بالبرين، والكوميونيكيشن دوت مش وان واي، ده تو واي. يعني لو البرين اتاثر، لو في ستريس، لو في انكزايتي، لو في حاجات انت شفتها ديت، بتغير الكوميونيكيشن وبتغير في الكيمستري، وبتعمل والكوميونيكيشن دي بتتقري بالفيجاس نيرف، واكوردنجلي بتاثر على الموتيليتي وحركه الجهاز الهضمي وحركه الامعاء، وبتاثر على الجات مايكروبايوم او الجات مايكروبايودا، وبالتالي بيكون ليها نيجاتيف امباكت او بوزيتيف امباكت على الجهاز الهضمي. ونفس القصه الجهاز الهضمي او الجات مايكروبايوم لو ما فيهوش دايفرسيتي وفي سايتوكاينز من اللي بتعمل انفلاميشن حصل لها تريجرنج نتيجه التوكسينز اللي موجوده، الاكل اللي مش كويس اللي احنا اكلناه ده، بيبقى ليه تاثير نيجاتيف على الجات، وممكن ياثر على الاميون سيستم، وممكن يطلع نيورو ترانسميترز ما بيبقاش ليها بوزيتيف امباكت علينا، وبالتالي الفيجاس نيرف بيقراها والكيميكالز دي بتتقري وبتعدي البلود برين بارير وبتخش وبتعمل مشاكل في الجسم. فاحنا عايزين كده نبقى عارفين ان الجات مايكروبايودا او الجات مايكروبايوم مهمه قوي ان تكون دايفرس. في سؤال اتسال لنا في اخر الحلقه اللي فاتت، نعمل ايه وناخد بروبايوتيك ولا لا، وايه البروبايوتيك؟ لو تفتكروا كويس، الهدف الاساسي من الحلقه دي ان ما اعملش كونفيوجن، ان لو كان المعلومات اللي اتاخدت في الحلقه اللي فاتت او الحلقه اللي قبلها عملت كده نوع من انواع معلومات زياده تخلي البني ادم كده مش عارف طب انا اعمل ايه، لو انت عايز تعرف الوصفه اللي هي طب انا اعمل ايه، مش مهم انك تكتر من كميه المايكروبيوم، مهم انك تكتر من انواع المايكروبيوم اللي عندك. عايزك تكتر الدايفرسيتي، مش عايزك تكتر الكوانتيتي. وزي ما قلنا ان التركيز على نوع واحد من الاكل بيزود الميكروبيوم اللي بتبقى متخصصه في الاكل ده، وبتقلل من الميكروبيومز بتاعت الحاجات التانيه. فكل ما انت كنت دايفرس، كل ما كنت انت افضل. لو تاخد بالك الرد بتاعي كان على الراجل، كنت بقول له ايه؟ كنت بقول له كل فايبرز كتيره،
النهاردة أنا عايز أقول لك حاجتين، كل فايبرز وكل فيرمنتد فود أو مخللات. الفيرمنتد فود زي مثلا الكيمشي، زي مثلا الساور كراوت، زي التورشي اللي بنقول عليه التورشي في مصر. والتورشي مش ما تقولش انا بحب تورشي الليفت او تورشي الكرومب، لا، انت كل انواع التورشي. ليه؟ عشان ده بيبقى فيرمنتد فود. والفيرمنتد فود في دراسه اتعملت واتنشر سنه 2018 بستانفورد ميديكال سكول، بتقول ان اتعملت دراسه بتقارن ما بين الامباكت بتاع الفايبرز على الدايفرسيتي بتاعت الجات مايكروفلورا مقارنه بالامباكت بتاع الفيرمنتد فود على الدايفرسيتي بتاعت المايكروفلورا. والدراسه دي قالت ان الامباكت بتاع الفيرمنتد فود يكاد يكون اكتر. ليه؟ عشان في وجهه نظري الشخصيه دي بقى جرى العرف ان انا لما بحب اكل ترشي بنوع، اخد اجيب هالوكينو ترشي مثلا، ساعات اخد ترشي ليفت، ساعات اخد ترشي مخلل بتاع كرومب بتاع كالي فلاور. فغالبا لما بتسمع على الفيرمنتد فود والكيمشي والساور كراوت والحاجات دي كلها بتحب الدايفرسيتي، لكن لما بتيجي تخش في الفايبرز غالبا ما بنلاقي عادات وتقاليد الكوميونتي دي بتبقى فيها اتجاه معين. يعني تلاقي مثلا بناكل الخس، بناكل السبانخ، بناكل مثلا الكزبره. في ناس تانية زي الصينيين لما تخش عند المحل الصيني تلاقي أنواع خضار كتير جدا أنت ما تعرفهاش ودول بيأكلوها. فنتيجة الكالتشر دريفن جو تو فايبرز ساعات بتبقى ده ليها مش بوزيتيف امباكت على الدايفرسيتي. ففي الحالة ديت لما أنت تبقى بتاخد سيرفينجز من الفايبرز والسيرفينجز من الفيرمنتد فود كل يوم، ده بتضمن أن الجات مايكروبيوم بتاعك يبقى دايفرس. ممتاز. نراجع، لو الجات مايكروبيوم بتاعك دايفرس معناها ان الجات هتبقى انتاكت، الليك جات هتبقى قليله. الـ 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 لما بيبقى فيه فايبرز الجات مايكروبيوم بيحللها عشان دي انديجستبل فايبرز، لما بيحللها بيطلع الفاتي اسيدز اللي انا محتاجها خلاص كده، وده بتساعد على الاميون سيلز وبتساعد على الانرجي سيلز او الميتوكوندريا اللي موجوده. كل الحاجات دي مهمه عشان الجات برين اكسس ده عباره عن كوميونيكيشن، بيتصلوا مع بعض وبيأثروا على بعض بالايجاب وبالسلب. ده اللي انا عايز اقوله. بس بدي اذكر الجميع انه اللي ما حضر حلقاتنا الماضيه عن البروبيوتيك بري بايوتيك والانتي بايوتيك والعلاقه بينهم والفرق بينهم وكيف نعرف، يروح على الحلقات كلها موجوده على كنار تي في لايف. كان معنا الدكتور سامح، وبذكر الجميع انه الدكتور سامح باخذ استشارات، اللي حابب يستشير الدكتور سامح ويعرف اكثر عن طريقه سواء زيادة وزن، نقص وزن، الحياة السليمة أو الهيلثي سيستم ستايل، ممكن يتواصل معه على الموقع اللي موجود على الشاشة، وموجود غاد في إيميل، وموجود أيضا في هاتف. هدفنا من هذا البرنامج الآية الكريمة اللي موجودة في أعلى الشاشة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. للأسف إحنا بنوكل لكن ما بنعرف ليش بنوكل، يعني موجود الأكل بنوكل، بدنا اليوم نوكل عجبنا، نأكل صحن مثلا طبق حاجة معينة حنطبخها ونأكلها، مش لأنه جسمنا يحتاجها. أو في هذا البرنامج الدكتور سامح بيحاول يظهر لنا العلاقة بين الأكل والحياة السليمة، يعني كيف نعيش حياة صحية سليمة بوقت بنعتمد فيه على طعامنا. ليش نأكل المخللات؟ مش عشان طعمها لذيذ أو لأنه مهمة لمنظر الطاولة وبتزين الطاولة، لا، لأنها مهمة لجسمنا. ليش نبتعد عن السكريات؟ لأنها بتضر في جسمنا. فلازم نعرف، فلينظر النظر يا جماعة في الآية الكريمة هو ليس فقط النظر في العين وأكل، لا، فلينظر معناه فليتفكر، فليعرف ماذا يفعل، وهذا واجب علينا أنه ننظر، وهذا هدف البرنامج. دكتورنا الكريم، موضوع العلاقة هاي يعني علاقة جدا مهمة، وانت حكيت انه في علاقة وطيدة والنير، ولكن في ناس فعلا نجد انه لما يزيد عنده الاسترس بيمتنع عن الطعام نهائيا، بطل يعرف يأكل، بيفقد الشهية. في ناس بالعكس تفتح شهيته لما يكون استرس، بقول لك انا مشكلتي لما يصير عندي استرس بزيد وزني 3-4 كيلو. فكيف هذه الهرمونات اللي بسببها الاسترس بتأثر على ناس سواء بفتح الشهية أو زيادة الشهية، وبالتالي طبعا
بيأثر على الوزن والتخبيص في الأكل و هو كل واحد فينا مختلف يا دكتور، وكل واحد فينا استجابته للأمور بتختلف. يعني في ناس الفايبرز بتاعتها بتبقى ليها تأثير مش إيجابي، وفي ناس نتيجة إن هي من نعومة أصفرها حصل لها ديستربنس في الجات مايكروبايوم. يعني في معروف جدا إن نسبة كبيرة من احتمالية إصابة بعض الأطفال بمرض التوحد بتكون، يعني لقوا إن الولادة القيصرية، الناس اللي تولدوا القيصرية احتمالية إصابتهم بالتوحد أكتر من الناس اللي ولدوا بشكل طبيعي. وده برضو جيت إن الجات مايكروبايوم ما تعرضوش ليه كومبيرينج بالناس اللي اتولدوا بشكل طبيعي. فالبالانس أو الستركشر بتاع الجات مايكروبايوم بتاع كل واحد بيختلف، والليكي جات برضو بتختلف. الليكي جات انت عارف معناها ان البرميابيليتي بتاعه الامعاء اختلفت، وبالتالي ممكن بعض البروتينات اللي موجوده نتيجه تحلل الاكل خشت على البلاد ستريم، ولما خشت على البلاد ستريمز ابتدت تعمل انفلاماتوري ريسبونس، وابتدت تخلي البني ادم يعمل لها. يعني ايه انفلاماتوري ريسبونس؟ انفلاماتوري ريسبونس معناها ان الجسم او الاميون سيستم اتعرف عليها على انها زي البكتيريا او زي الفيروسات، وبالتالي انا لازم اعمل لها انتي بادي. انتوا عارفين طبعا موضوع الكوفيد والتطعيم، انت بتاخد التطعيم بيديك الانتيجن عشان الجسم يتعرف على الجسم الغريب فيعمل له انتي بادي، ويبقى الجسم اول ما بيخش عليه هذا المكون يبتدي اتاك. وهي دي نفس الفكره بتاعه الحساسيات. لو انا عندي ليكي جات، والليكي جات اللي موجود خلى بعض البروتينات اللي موجوده في الناتس طلعت وخشت البلاد ستريم، ومش مكانها ان هو تخش على البلاد ستريم، يبتدي الاميون سيستم يتعرف عليها على انها فورين بادي، it should not be there, even if it's healthy it shouldn't be in the bloodstream. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيكرييت انتي باديز ليها، فلما بني ادم بياكلها يبتدي يحصل له الالرجيك رياكشنز، ويبتدي يحصل انفلاميشن، ويبتدي يحصل السايتوكاينز اللي بتعمل، او الانترلوكين 10 مثلا على سبيل المثال اللي هي بيبقى ليها، وانترلوكين 6 بيبقى ليها انفلاماتوري ريسبونسز. ده بتبتدي تشتغل في الجسم يقول لك لا لا لا، انا بيبقى عندي حساسيه من الانيمال داندرز، انا عندي حساسيه من الناتس، حاجه معينه. فده بيبقى ليها وقت عشان تعالجها لو انت عايز تخش في السيستم ان انت تحاول تريكفر البني ادم دوت من الالرجنز ديت اللي هو عنده حساسيه منها. لكن الكونكلوجن اللي عايز اقوله ايه؟ ان بيختلف الرياكشن من واحد لواحد. خلاص كده، في واحد من الناس لما بيبقى عنده رد فعل، الرد الفعل ده نتيجه الاستريسور ده عليه الامباكت عليه مش قوي قوي، ممكن ما ياثرش قوي على الموبيليتي الستيميليشن بتاع الفيجس نيرف ليها، ممكن ما يبقاش as powerful as واحد تاني. يعني مثلا على سبيل المثال، في واحد لما بينجح في نجاح مبهر مثلا، خايف مثلا، عندنا في مصر ايام ما انا كنت صغير كانت الثانوية العامة دي يعني شبح ورعب جدا، فاللي بينجح في الثانوية العامة ويجيب نمرة عالية يقدر يأهله انه يخش كلية زي كلية الطب مثلا او كلية الهندسة، بيبقى طاير من السعادة. الامباكت ده بتاع الاسترس بيبقى قوي جدا لدرجه ان ممكن يكون ليه تاثير سيديتيف للموبيليتي بتاعه الامعاء، فيبقى شبعان ومش عايز ياكل وعايز بس يتنطط ويفرح و و و والكلام ده كله. لكن ساعات بيبقى الاسترس بيكون بيخليك متنرفز، مش والنرفزه ديت ما بتبقاش as powerful as، هو نفس الرياكشن على فكره، نرفزتك وسعادتك بتبقى نفس الرياكشن، بس انا ممكن نرفزتك ما تبقاش قويه جدا لدرجه ان تسد نفسك، فتلاقي نفسك انت متعصب، مش قوي يعني متعصب بس يعني مش امباكت عليها اجريسيف قوي عليك، فتلاقي نفسك عايز تاكل عشان تفش غلك عشان انت مش قد كده الموضوع very stressful عليك، بس انت متعصب، فيعني زي اللي عايز يطلع يشرب سيجاره مثلا او حاجه زي كده، ما تبقاش very powerful نرفزه. لكن لو هي very powerful نرفزه، لو هي وفاه على سبيل المثال، ما اعتقدش ان واحد يقول لك انا بابا توفى عشان كده انا كنت ايه متعصب فانا عايز اكل حبه اكل، لا، بتلاقيه الموضوع very aggressive عليه لدرجه ان فعلا بيعمل sedation للفيجس نيرف، او بيخلي الفيجس نيرف يعمل sedation للموبيليتي بتاعت الجات، وبالتالي مش هيحس بالجوع ولا الشبع والحاجات دي كلها، يقعد كده مده طويله. هو ده الفرق ما بين ان في بعض انواع الاسترسرز عليك بيكون نتيجتها انك تفتح نفسك، وفي واحد بيكون حساس جدا والحاجه دي بتبقى الامباكت بتاعها عليه عنيف جدا لدرجه ان نفسه بتتسد ما بقاش عايز ياكل. في سؤال من عامر اي ثينك انه مرتبط في الموضوع، ما تاثير النواقل العصبيه الدماغيه السيبترين والدوبامين بالجهاز الهضمي؟
هي دي زي ما انت كده النواقل العصبيه او النيورو ترانسميترز، دي حاجات احنا بنلاقيها في الجهاز الهضمي نتيجه تحليل الاكل اللي احنا بناكله، فبينتج عنه ساعات بنلاقي اكل لما بتاكله بي 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 بيحصل بينتج عنه سيروتونين وبينتج عنه دوبامين. الدوبامين دوت انت ممكن تفرزه بشكل طبيعي بالثوتس عن طريق الثوتس اللي انت بتفكر فيها، وفي بعض الثوتس لما بتلاقيها بتعمل استيميليشن للدوبامين، وفي بعض الثوتس لما بتفكر فيها بتعمل استيميليشن للسيروتونين. يعني انا عندي على سبيل المثال في الكوتشنج كومبوننت اللي موجود عندنا في البروجرامز اللي احنا بنقدمها للعملاء بتوعنا، بنعمل لهم ميديتيتيف براكتس وحاجات لما بيعملها بتمبروف السيروتونين. والسيروتونين ده لو عايزين نجيب له كده اسم كده بلدي هو هرمون الرضا، يعني بيحسسك بالرضا. والدوبامين ده ممكن تقول عليه هرمون الاكمبلشمنت، بيحسسك بالانتصار كده، you wanna get more of it. واخد بالك؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انا قعدت انا وانت مثلا دلوقتي نتكلم واقول لك يعني ايه، افتكر كده الحاجات اللي انت عملتها، افتكر كده يوم ما خلصت كلية طب الأسنان، افتكر كده لما خدت شهادة كبيرة في طب الأسنان، افتكر كده لما الناس قالوا لك انت احسن دكتور سنان شفناه، وافتكر كده عيان لما جالك قالك انا بقالي 10 سنين تعبان، ولما انا رحت لك خفيت. ده بيديك احساس الدوبامين، بيخليك انت حاسس كده ان انت سعيد and you wanna do more of it. فلما بيجي نعمل لك كده براكتس ان انت تقعد تريمبر الحاجات الاكمبلشمنت اللي انت عملتها، ده باي نيتشر بيمبروف او بينكريز الدوبامين عندك. تبقاش انت واخد بالك، بس انا لما اقول لك افتكر تبص تلاقي نفسك انت اتبسطت، تلاقي نفسك انت سعيد بنفسك بالاكمبلشمنت اللي انت عملتها، ده دوبامين. ساعات اجي اقول لك افتكر كده مع بعض نعمه ربنا عليك انك بقيت حسن الخلق كده والناس بتحب تتكلم معاك، افتكر كده نعمه ربنا عليك ان انت بني ادم صحتك كويسه، قلبك بيدق كويس، ما عندكش وجع في ظهرك، ناس ما بتعرفش تمشي وانت بتعرف تمشي، بتتنفس ناس ما بتعرفش تتنفس، بتتكلم وصوتك حلو والناس ما بتعرفش تتكلم عندها مشكله في الصوت او بتتأتأ في الصوت. لما بتيجي تقول الكلام ده وتفتكر النعم دي عليك بتديك احساس بالرضا، عشان دي حاجات انت ما عملتهاش، دي حاجات جيفتد، انت ربنا انت اتولدت بيها. فالاحساس بالرضا ده معناه ان السيروتونين دلوقتي زاد عندك، وده الامباكت بتاعه على البرين بتاعك. خلاص كده ده الامباكت بتاعه على الخلايا العصبيه بتاعتك. الايفكت بتاعه في الجت نتيجه تحلل الاكل اللي انت اكلته بيكون موجود، بس لما الجسم يبتدي يشتغل عليه تبتدي انت ايه تبقى انت محتاج. طول ما النيورو ترانسميترز ما وصلتش للبرين مش هتحس بالامباكت بتاعها، لكن الجات موجوده بتاكلها بتبقى ريليز، لو خشت بلاد ستريم هتحس بيها، لو ما خشتش بلاد ستريم مش هتحس بيها. واضح. في شخص بيسال عن اسم الدكتور، اسم الدكتور سامح مصطفى، والموقع الخاص فيه موجود على اسفل الشاشه، اللي حاب يتواصل مع الدكتور موجود كل المعلومات على الموقع، ممكن تنقلوه، انا هخليه قدام الشاشه فتره. طيب هذا لعدي، اي ثينك عدي، اهلا وسهلا فيك عدي. طيب دكتور، السؤال اللي بطرح نفسه الان، هل هناك علاقه مباشره فعلا بين البريبيوتيك وال ما يحدث في الجتس عندنا او الامعاء او في الجهاز الهضمي وتاثيره على الدماغ؟ يعني احنا واطفال كانوا قلنا لازم تفطر عشان تصير ذكي، ولازم تاكل اكل معين عشان تصير اذكى، مثل احنا بلاد الشام الزعتر والامور هاي. فهل هناك فعلا تاثير على الذكاء وعلى التفكير وعلى قدره التفكير بالاكل طبعاً اللي بناكله؟ طبعا. انا اقول لك حاجه جميله جدا. طبعا احنا كلنا كده بنبص بنقول مثلا لما نيجي نتخيل كده الجهاز العصبي، بنقول ايه، ده الجهاز العصبي ودي الخلايا العصبيه ودي النيورونز، وبيبقى ليها كده وجود واتصال بالجت على سبيل المثال او الجهاز الهضمي او الامعاء تحديدا، ويسنس الحركه بتاعتها. دايما بنبقى بنربط الجهاز العصبي بالحركه. انا عايز اقول لك ان الجهاز العصبي ده سنسوري، وزي ما قلت لك كده في الحلقه اللي فاتت ان الخلايا العصبيه ما بتبقاش لازقه ببعضها، ده بيبقى فيه كده في حته اسمها السينابسز، بيبقى فيها النيورو ترانسميترز، والنيورو ترانسميترز ديت اللي بتنقل الالكتريك ويفز من الخلايا العصبيه لخلايا عصبيه تانية. ففي كده جزء فيه سنسيشن
للنيوترينز. نفس القصة موجودة، الجهاز العصبي فيه أطراف ليه مش بس بتبقى ملتصقة بالجدار بتاع الأمعاء عشان تعمل سنسيشن للموبيليتي بتاعة الجت، في جزء تاني بيعمل سنسيشن للنيوترينز زي ريسبتورز كده، قاعدة كده مستنية تشوف الأكل اللي انت كلته والنيوترينز اللي انت طلعته، وبتدي على طول إشارات للدماغ ان النيوترينز دي موجودة فالجسم ممكن يستخدمها. اصلا فكره ان احنا بناكل عشان احنا عايزين نيوترينس معينه، احنا مش بناكل عشان احنا نفسنا اتفتحت وعايزين ناكل، انت عايزه او انت عايز نيوترينس معينه. تحديدا على سبيل المثال من ضمن الحاجات اللي بتبقى ليها سنسورز موجوده على الجت الاوميجا 3. وانس انك خدت اوميجا 3 في سنسور كده معروف للاوميجا 3 موجود هناك، الراجل ده خد اوميجا 3 يقولك get me more. عشان كده تبص تلاقي ناس اللي بتحب السمك او ناس اللي بتحب السمك اللي هو الريتش في الاوميجا 3 او سالمون تبقى عايز تاكل more of it. ليه بتبقى عايز تاكل more of it؟ عشان السنسور يحس ان انت عندك اوميجا 3، اديني اوميجا 3 انا محتاجه. طب ليه انا بتكلم على الاوميجا 3 تحديدا في الحتة دي؟ عشان الاوميجا 3 من الاسنشال فاتي اسيد، والاسنشال فاتي اسيد زي ما قلنا ما هياش فاتي اسيد الجسم ممكن يكونها، الجسم بيحتاجها بس ما بيقدرش يكونها، فليه ريسبتور انا محتاجه. الراجل ده بياكل الاوميجا 3 اديني منه كتير، انا ما بعرفش اكونه، انا عايزه عايز اخزنه. الحاجات الفاتي بيبقى ليها فيها ريسبتورز، وطبعا وفي ريسبتورز ثانيه للامينو اسيدز. فانا على سبيل المثال انا عندي واحد عايز يخس وعنده مشكله في الكريفنج، او مديله اكل فيه جلوتامين مثلا على سبيل المثال اقلل الكريفنج شويه، اديله اكل يعمل ستيميليشن ريسبت للسنسورز بتاعه الفات والسنسور بتاعه البروتين، يحس انه شبعان مش عايز ياكل، فمعناه ان انا بحطه على كالوريك ديفيسيت. لكن الرول ان ما يبقاش حاسس انه جعان، لو حاسس انه جعان يقول لي افتح الله مش عايز اخس، انا هموت من جوع، انت عايز تاكلني ولا عايز تجوعني ولا عايز تخسسني، مش عايز اخس، انت فاهمني؟ ففي سنسورز كده موجوده. فردا على السؤال بتاعك، طبعا لما انا باكل اكل معين الاكل ده يكون صحي، والاكل ده البرين بتاعي محتاجه زي الاوميجا 3، العيل دوت الميموري بتاعته هتبقى كويسه، العيل ده مش هيبقى عنده المود سوينجز اللي ممكن تكون موجوده نتيجه الكريفنج نتيجه السكر، انا مديله فات ومديله اوميجا 3، فعندك الميموري كويس، عندك الانكزايتي هتقل، عندك البرين فانكشن هيبقى كويس، وبالتالي العيل دوت probably هيبقى اذكى. واضح. طيب في سؤال يمكن انت جاوبته بطريقه مباشره الحلقه الماضيه، لكن عدي بيساله في هذه الحلقه. انا بعاني بشكل كبير من ألم وتقلصات وانتفاخات وصوت قرقعة في المعدة، ومبارح بدأت أخذ مضادات اكتئاب، إيش نصائحك لعدي؟ بص يا عدي، أنت فتحت الموضوع شوي، يعني صعب إن الموضوع إيه يتلم في جملة واحد ويقول لك أنت ديبريسنت وعندي إريتابل باول سيندروم وعندي مشاكل في المعدة. طبعاً الاكل لو هو مش هيلثي ممكن يكون عندك ليكي جت، وممكن ده يسبب انتفاخات. في اكل معين بيتعب الناس، في اكل معين ممكن يتعبك. انا سعيد جدا بسؤالك يا عدي لسبب واحد بس، ان لو انا في تيك اواي مسج لاي حد بيسمعني النهارده، انا عايزك تبتدي تطور عندك حاجه اسمها listen to your system، عايزك تسمع الجسم بتاعك بيقول لك ايه. يعني لو انت اكله معينه لما تاكلها يا عدي بتلاقيها بتعمل لك انتفاخات، يبقى انت كده اسمع جسمك وابعد عنها. يعني حتى خلي بالك في حاجات بتبقى اسبابها مباشره وحاجات اسبابها مش مباشره. يعني دايما مثلا اجي مثلا اقول لك ان الفاصوليا البيضه مثلا بتتعبني، واخد بالك؟ لما باكل فاصوليا بيضه بتتعبني، ابص الاقي نفسي بس انا بحب الفاصوليا البيضه، يبقى في حاجه كده في الفاصوليا البيضه انا عايزها بس يت دي بتتعبني، طب انا اعمل بيها ايه؟ فممكن اجي اقول لك مثلا ممكن تكون هي مثلا مش مستويه كويس، فاقول لك سويها زياده. ممكن تكون مش اورجانيك، اقول لك اديها اورجانيك. طب ليه انا بقول اورجانيك؟ ليه انا بقول سويها زياده؟ فبقول سويها زياده عشان الليكتنز دوت موجود في الفاصوليا، وبالتالي لما بسويها زياده بكسر الليكتنز، وبالتالي الليكتن ده بيعمل لي ليكي جت، فانا لما بسويها زياده مش هيجي لي ليكي جت، فانا قفلت الحته دي. ساعات الحاجات اللي بتبقى مش اورجانيك بيكون عليها سبريز من الهربيسايدز والبيستيسايدز، الحاجات دي كلها بتعمل برضو ليك جات. فانا عايز اعرف هو الليك جات ده جاي لي نتيجه الهربيسايد والبيستيسايد، ولا جاي لي نتيجه الليكتين اللي موجوده في الفاصوليا؟ ف
فلو انا سويت الفاصوليا كويس وجبتها اورجانيك ويت ستيل بتتعبني، يبقى انا جسمي ما بيحبش الاكل ده، يبقى ابعد عنها شويه. ممكن بعد كده اعمل لها ري انترودكشن واحده واحده زي كده، بكون بديك تطعيم. لما بشيلها خالص من الجسم وخلي الجات مايكرو فلورا اللي بتتغذى عليها ما بتبقاش موجوده، جسمك يبتدي ايه ينسى شويه ويبتدي يتاقلم شويه. لما ارجع اديها لك بتريسز بسيطه، جسمك ما يبتديش يحس ان هي دي محتاجه اميون رياكشن، فيبتدي جسمك يقول لك اه عادي دي صغيره مش مشكله. واحده واحده تزودها، تخلي الجسم زي بالظبط كده ايه، لما يكون عندك حد بتاقلمه، تاقلمه واحده واحده عليها، تبص تلاقي نفسك انت رجعت تاكل الحاجات ديت وما بتتعبش. خلاص كده. مضادات الاكتئاب، لو هو الاسترس والانكزايتي حصلت نتيجه المشاكل والليكي جات والانتفاخات اللي موجوده في المعده، يبقى الاكل دوت لو ما تغيره ممكن يحسن المود بتاعك وممكن يظبطك. لكن لو مضادات الاكتئاب دي انت بتاخدها نتيجه انت بتمر بستريسفول ايفنت، عندك تروما موجوده نتيجه حاجه حصلت، جواز، طلاق، وفاه، حاجات زي كده، يبقى ده ملوش اي علاقه بالجات وملوش اي علاقه بالبطن بتاعتك. وطبعا النيوتريشن مهم عشان از سبورتيف كومبوننت، عشان انت هوست، انت البيت، انت اللي عندك كل حاجه، كل حاجه كونكتد ببعضها. الجات بيسمع في البرين والبرين بيسمع في الجات، فلازم تبقى عارف ان اللايف ستايل دي مهم. مهم انك تطلع تتمشى، مهم انك تبقى تعمل رياضه، مهم انك تبقى هايدريتد وتشرب ميه بشكل كويس، مهم انك تاكل فايبرز، مهم انك تاكل الفيرمنتد فود، مهم انك تبعد عن الحاجات اللي هي بتبقى هايلي بروسيسد او الترا بروسيسد فود، والحاجات اللي بيبقى فيها شجر وصولت، والحاجات اللي بيبقى فيها الفات والشجر مع بعض اللي بيسموها الكومفورت فود. لما تبعد عن الحاجات دي كلها وتعمل الاكسرسايزز ديت وتعمل بريذنج تكنيك زي المديتيشن براكتسز اللي ليها فيري امبورتنت امباكت عشان تدي ستريس يور سيلف، دي كلها بتساعد وبتخليك تبقى يعني بني ادم اكثر قدره على مقاومه او مجابهه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا اللي احنا كل يوم عايشين فيها. صدق دكتور، انا من الشغلات اللي بدي احكيها للجميع يعني صارت معي انا، ابني لما ولد، اول ما ولد حكوا لنا انه عنده، طبعا بيعملوا الحساسيه تيست في المستشفى، قالوا لنا عنده حساسيه من 1 و2 و3 و4 اشياء لم ينزل لها من البازيلا والباميه والسمك. فاستغربنا احنا يعني، لا انا ولا امه، لكن وجدنا طبيب كما قلت الدكتور تغذيه، وفعلا حكى لنا انتروديوس ات ستيب باي ستيب. والولد من صار عمره 9 اشهر 10 اشهر بدانا نطعميه شغلات بسيطه منها، يعني مثلا السمك نعطيه قطعة أقل من أصبع، عقلة الأصبع زي ما بيحكوا. وبعديها ابني الحمد لله لا عنده حساسية لا من السمك الآن ولا من البازيلا ولا من البامية، وبكلهم بشكل طبيعي جدا. هذا لأنه we introduce it من الصغر. في سؤال من ميسون، لماذا نصاب بالإمساك عند السفر والابتعاد عن المنزل بالرغم أن الأكل بطريقة طبيعية، وهل نستطيع التحضير مسبقا لتجنب حدوث بذلك؟ ما هو ده بيأكد لك يا ميسون ان زي ما بطنك بتأثر على عقلك والستريس بيأثر على بطنك، فانت بتبقي ستريست، انت مسافرة. مش يعني اقول لكم حاجة، لما بنيجي نشوف الستريس فاكتورز بنلاقي الجواز ستريس فاكتور، بنلاقي الموف ستريس فاكتور، بنلاقي شراء حاجات جديدة او بيج بيرشز ستريس فاكتور، الطلاق ستريس فاكتور. مش معنى كلمه ستريس فاكتور ان لازم تكون مرتبطه بحاجه وحشه، يعني انت ممكن تكوني مسافره للفسح وبس ده عندك انكزايتي، عندك ستريس. ممكن واحد يقول لك ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، يعني انا مسافر مصر مثلا وفي ظروف الكوفيد ومش عارف ايه الحاجات اللي ممكن تطرق، فده ممكن يكون عامل لي ستريس. يو نو وات، I think it is a stress factor. أنا مش بقول ممكن أو مش ممكن، أكيد عامل لي ستريس، واخد بالك؟ طيب الرياكشن بتاعي إيه؟ الرياكشن بتاعك واحد إنك تأكنولج إن أنت ممكن أو إن أنت بتمر بستريسفول إيفنت، أوكي؟ وبالتالي it's okay to have impact of that stressful event، وبالتالي أنت محتاج تمنتين الهيلثي لايف ستايل اللي أنت عارفها، اللي هو إيه؟ اللي هو لو أنت ليك مديتيتيف براكتس تعمل المديتيتيف براكتس بتاعك، لو انت متعود على انك تتمشى اطلع اتمشى، لو انت بتنقل من مكان لمكان ونتيجه السفر هتبقى اكسبوزد
لأكل تاني مش متعود عليه في المكان اللي انت مقيم فيه بشكل دائم. حاول بقدر الإمكان تعمل blending، ما تبقاش كده يعني تطلع من اليمين والشمال. في ناس كده يقولك أنا رايح للبلاد، أو أنا رايح مصر بقى أشوف الأكل بتاع أمي، ما وأمك قاعدة بقى تدي عمل لك في المحاشي وكل الحاجات اللي إيه المعروفة في الكالتشر هناك، إن هي appreciation أو source of appreciation. ما تنسوش إن كل الناس اللي أنت بتروح تزورهم برا دول عايزين يحسسوك إنك غالي، عايزين يحسسوك إن أنت محبوب، وبالتالي عايزين يدوك الأكل اللي بيبقى يديك السيجنالز دي. مش بالضرورة هو بيعمله عشان خاطر انت بتحبه، طبعا ده جزء تاني، ان اكيد عارفين ده انت بتحب المكرونة البشاميل فانا عامله لك المكرونة البشاميل مثلا، او انت بتحب المحشي فانا عامله لك المحشي مثلا. بس طبعا اكيد هيعملوا لك مثلا المنسف على سبيل المثال، اهلنا في الاردن او اهلنا في فلسطين يعملوك الحاجات اللي معروفة from a culture perspective show of appreciation. طبعا انت قاعد في كندا مش كل يوم بتاكل منسف، مش كل يوم بتاكل ورق عنب، مش كل يوم بتاكل محشي، مش كل يوم بتاكل الحاجات اللي هي الدسمة، وفي نفس الوقت بقالك مدة عايش هنا، فالجات مايكروبيوم متعود على الكالتشر هنا، متعود على الأكل اللي هو produced locally خلاص هنا. ده كله جسمك بيبقى قاعد يقول الله 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 الله، فين العيش اللي أنا متعود أكله في كندا على سبيل المثال. لو أنت بتاكل عيش، أنت بقيت تاكل عيش من ويت، الويت دوت جاي من مكان تاني ومزروع في مكان تاني، والجات مايكروبيوم اللي بيحلله سلايتلي مختلف عن الجات مايكروبيوم اللي عندك، واخدها زي ما انت كده بتنقل من مكان، زي ما انت مثلا لما اروح الخليج على سبيل المثال ارجع مصر اقابل اهلي اقول له هلا والله، واخد بالك، وانا مثلا عايش في كندا وارجع مصر اقول لهم اتس اوكي. يعني وجودك في كلتشر معينة بيبقى ليها امباكت عليك، either positive أو negative impact عليك، وبالتالي نقلك من مكان لمكان ممكن يكاز anxiety، ممكن يكاز stress، ومادام في gut brain access يبقى دوت هيأثر على دوت، وبالتالي هتحس بالإحساس اللي انت بتحسيه يا ميسون. تعملي ايه؟ اتحركي، اتمشي، ما تاكليش كتير. الانترميتن فاست ممكن يكون بنفيشل في النقطه دي عشان تبقى عارفه، يعني عشان بتدي ريلاكسيشن للجات مايكروبيوم تو اندرستاند وات از جوين اون. واحنا زي ما قلنا كده عشان تزود الجات مايكروبيوم بتاعك حاول تقلل السناكينج، حاول تقلل السكر، حاول تقلل ال اللهم صل على النبي الكحول والحاجات اللي هي بيبقى ليها نيجاتيف امباكت على الجات مايكروبيوم. فلو انت قللت الحاجات دي كلها وزودت الفايبرز وزودت الفيرمنتد فود هتلاقي ان شاء الله بطنك هتبقى زي الفل. الف سلام عليك. دكتور عندي الغده غير نشطه وعندي صداع جامد مع امساك ووجع بجسمي، دايما مزاجي وحش. هذا سؤال من سلوى. طيب الغده غير نشطه يا سلوى، طبعا انا اعتقد ان انت ريفيرنج للغده الدرقيه. الغدة الدرقية دي الغدة المسؤولة عن الميتابوليزم أو الهضم أو التمثيل الغذائي تحديداً يعني لجسم كله. ولو الليفل بتاع الغدة الدرقية بتاعتك مش مزبط بيبقى ليها أعراض جانبية، وممكن من ضمن أعراض الجانبية يبقى مزاجك مش كويس ودايماً مزاجك مش مزبط، معناها أن الهرمون الليفل بتاعه مش مزبط. لما يكون انت عندك الغده غير نشطه معناها ان انت لازم تخلي بالك. لو انا الغده مش نشطه معناها ان الهرمون اللي بيتفرز من الغده ده نسبه في الدم قليله، ولو نسب الهرمون في الدم قليله يبقى انا محتاج نسب الهرمون ده في الدم تعلى. فتعلى ازاي؟ تروح للدكتور بتاعك وتقول له الكلمتين دول ويبتدي يعمل لك تحاليل يشوف الليفل بتاع الغده الدرقيه بتاعتك عامله ازاي، ولو قليل لازم تاخدي دواء تظبطيه. الهرمونات ما فيهاش لعب، لا تاخدي الدواء من مزاجك ولا تبطلي الدواء بمزاجك. ولو عندك السيمتومز خدت الدواء والسيمتومز دي ما راحتش لازم تروحي له عشان يعمل لك تحليل دم تاني ويشوف الليفل عندك عامل ازاي ويضمن ان الليفل بتاعك مظبوط. ولو الليفل بتاعك مظبوط السيمتومز بتاعتك تحديدا بتاعه المزاج هتقل. موضوع بقى الامساك والحاجات دي كلها ممكن تكون ريليتد للغده وممكن تكون ريليتد للاكل. ما ينفعش انا ارد عليك دلوقتي في حته عشان ما اعرفش انت بتاكلي. ممتاز. زينة شكلها ما كانت معنا في البداية بتسأل what is fermented food، لو سريعا تشرح لنا إياها لأنه أنت حكيت عن الموضوع لكن عشان نعطيها المعلومة سريعا. كلمة fermentation يعني تحلل،
كلمة fermentation يعني تحلل. يعني إيه تحلل؟ يعني استوى، بس استوى عن طريق نمو بكتيريا حللت الأكل. يعني مثلا على سبيل المثال الفسيخ ده fermented food. ليه؟ عشان الفسيخ ده يعني خلوا البكتيريا تحلل التيشوز بتاعت الميت، والفيرمنتيشن بروسيس ده اللي خلاه يستوي. اوكي no. المخلل لما بتحط حبه خل وتحط حبه حاجات مع بعض وتنقع الخيار او الليفت او الكرومب او الكوليفلاور وتقعده مده طويله، يبقى انت كده اديته تايم، اديته ميه، واديته كيميكلز ممكن تساعد على الجروث بتاع بكتيريا معينة. البكتيريا دي بتاكل من الفايبرز اللي موجودة في الحاجات المخللة، وبعد الوقت بتلاقيها طريت واستوت، فبقت بالنسبة لك انت ready to eat it. لو انت خدت حبيت تعمل خيار مخلل وبعدها بيوم نفسك هفتك على المنظر فرحت تاكلها، هتلاقي طعمه زي الخيار، ما تحقش يتحلل، وبالتالي ما تحقش يحصل له fermentation. هو ده كلمة fermented food. حاجات المشهورة قوي اللي ليها علاقة بالجات مايكروبيوم من ناحية الأبحاث مثلا حاجة اسمها الكيمشي، بس خلوا بالكم مش كل الكيمشي ممكن احنا ناكله كمسلمين، يعني عشان في بعض الكيمشيز بيبقى فيها الكحول إلى حد ما as a result of the fermentation process. لكن الكيمشي على سبيل المثال والساور كراوت دول حاجتين معروفين جدا للهيلث بنفيتس بتاعتهم للدايفرسيتي بتاعت الجات مايكروبيوم أو المايكروبيودا. واللبن كمان هو فيرمنتد، واليوغورت الزبادي يعني. الزبادي بيتعمل بالفيرمنتيشن بروسس، انت بتاخد تاخد الخميره وتحطها على الزبادي، والزبادي دوت هو السورس اوف فود، وبتحطها في درجه حراره 37 دي درجه حراره الانكيوبيشن، وبعد تاني يوم تبص تلاقي زبد عمل التخثر، والتزبد او التخثر ده بيخليه يبقى فيرمنتد فود، وبالتالي فيه بروبايوت. قبل ما ننهي الحلقة ونعطي آخر كلمة للدكتور، أنا حاب أذكر الدكتور سامح مصطفى بيستقبل استفساراتكم، وأي إشي بتحبوا إذا بتحبوا تكملوا معاه في موضوع عنده تريننج للجسم وكيف تصير صحي وكيف تأكل صحي وكيف تعيش صحي، ممكن تتواصلوا معه عن طريق الموقع الموجود أسفل الشاشة الآن، وبكل سهولة إن شاء الله الدكتور برد عليكم وبتابع معكم. الآن كل المتابعات صارت أونلاين، خاصة أنه في عصر الكوفيد علمنا كثيرا، فالدكتور سامح ممكن يأخذ استشاراتكم أيا كنتم في أي مكان في العالم، سواء عن طريق الواتساب أو عن طريق الإيميل. دكتور سامح، أنا بدي أعطيك آخر دقائق عشان تعطينا نصائح للجمهور كيف ينظم العلاقة بين جهازه الهضمي وجهازه العصبي. جسمك زي البيت زي ما أنت قلت، والعلاقة ما بين جهازك الهضمي ومخك زي علاقة الراجل بمراته، الاتنين بيأثروا على بعض، مفيش حد بيبقى ليه الكنترول. فحتى لو الراجل هو راجل البيت وهو العصمة في ايده، ده مش معناه ان الست ما بتتحكمش فيه بنسبة 100%، الاتنين بيتحكموا على بعض بنسبة 100%. خلاص كده، دي حاجة مهمة. حاجة تانية ان نتيجة ان هي كوميونيكيشن، وبالتالي ما هياش وان واي كوميونيكيشن، فكله بيأثر على بعض، فكلنا لازم نعيش مع بعض ان هارموني. الخلايا اللي موجودة عندنا اللي هي خلايا البكتيريا والفيروسات والبروتوزوز والكانديداز وكل الخلايا دي كلها، عشان تعيش مع بعض ان هارموني لازم تضمن ان عندك diversity. احنا كده هنا في كندا كلمة diversity دي يعني احنا طايرين بيها في السماء. كل مكان المكان فيه diverse communities، كل مكان healthy، وكل مكان ما فيهوش corruption، كل مكان المكان فيه monopoly او ما كانش فيه diversity او كان فيه يعني فئة واحدة غالبة، بيكون فيه racism وبيكون فيه discrimination وبيكون unhealthy environment to live. نفس القصة بالضبط عندنا في جسمنا. فلازم تاكل اكل متنوع، واعمل حسابك ان جرى العرف ان 80% من اكلنا بيبقى متكرر، فلو عرفت ان 80% من اكلك متكرر يبقى لازم تبقى كده عندك awareness انك انت لازم تاكل diversity في الفود بتاعك. ابعد عن الاكل اللي بيبقى فيه كيميكالز كتيره، ده بيبقى باي ديفولت الالترا بروسيسد فود. خلاص كده، ايه هو الالترا بروسيسد فود؟ اي فود طالع من المصنع عليه مكونات نكهه ومكونات طعم كتيره، في اكتر من 4 مكونات في الانجريدينتس بتاعته، ده الاكل اللي انت تبعد عنه. كل ما الاكل كان اقرب لشكله الطبيعي
كل ما جسمك اتعرف عليه بسهولة وكل ما كان ليه very positive impact على جسمك وكل ما جسمك اتعامل معاه بأريحية من غير أي تعب. اللايف ستايل زي ما احنا قلنا كده زي بالظبط الايه الجسم بتاعك. لما تطلع تعمل walking outdoors وتبقى connected بالطبيعة بتلاقي نفسك الجات مايكروبيوم اتظبط وتلاقي نفسك المود اتظبط. لما تلاقي نفسك انت بتنام وبتطبق الآية بتاعت القرآن بتاعت ويجعلنا الليل لباسا ويجعلنا النهار معاشا، معنى ذلك ان انا انام بالليل ما اصحاش الساعة 2 و3 بالليل، يبقى ده معناه ان انا بظبط البيولوجيكال كلوك، معناه ان انا بظبط السيركاديان ريذم، معناه ان انا ماشي مع الناتشرال واي اوف كرييشن الخلقه بتاعت ربنا، وبالتالي جسمك بتلاقيه اتظبط. خلاص كده، لو انت اكلت بعد الساعه 10:30 بالليل معنى ذلك انك بتحط اكل في بطنك وانت الجت او الموبيليتي بتاعت الجهاز الهضمي وقفت. انا الجهاز الهضمي بياخد اجازه الساعه 10 بالليل، ده مش انا ده كلنا. فتيجي بعد 10 بالليل تاكل الاكل ده معناه ايه؟ بتحط اكل في حاجه ما بتتحركش، هتنام تعبان، الهارت ريت هيزيد، هتلاقي نفسك مرهق، هتلاقي نفسك الهارت ريت بتاعك بيقل. الناس اللي عندها مشاكل في الضغط والسكر ممكن يجي لهم ذبحات صدريه بالليل، كل ده معناها ان انت بتعمل ديستربنس للسيركاديان ريذم. خلاص كده، يبقى تغير اللايف ستايل بتاعتك، يبقى عندك ديلي ووكينج اوتسايد، يبقى عندك اكسرسايزز او تو ديفرنت اكسرسايز 1 hour 3 hours a week من اكسرسايز، يعني تطلع تلعب كوره، تروح تلعب تعوم. ده مهم عشان الجات مايكروبيوم، مش بقول الكلام ده عشان تخس، بقول عشان انت تبقى بني ادم صحي. حاجات كتيره جدا لما بتحطها مع بعض كده وتبقى عندك الباكج كده عارفها هي عامله ازاي، تعرف انت الدنيا شغاله عندك عامله ازاي، ولما بتخش عليها وتعملها بتلاقي نفسك بقيت بني ادم تاني خالص. زي ما بتحكي اليوم اتعلمنا كيف ناكل جود او تو ايت جود فود، يمكن ميك فود فود نوت جاد ميد فود، الاكل العربي يا جاد ميد فود. يس Yes. صدقتي. يعني أنا في النهاية بدي أشكر الدكتور، بس بدي أذكر بس في المثل اللي حطيته في البداية أنه علاقة بين الدماغ والجهاز الهضمي أو الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، هو لما بتيجي على البيت وبتجيب وردة لزوجتك فأنت بتسعدها، فهي بتعمل لك أكل لذيذ بتزبطك وبتخليك مبسوط وبتبعد عنك النكد، وهذه هي الأمعاء والعقل. لما انت بتظبط معدتك اكيد هتظبط دماغك فيها. انت ممكن تطلع لنا يعني صوره من الصور اللي انا بعتها لك لو 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 طبعا طبعا كده هاي ولا اي واحده في دول، لو انت قدرت تكبرها شويه. حلوه دي، حلوه دي. شايفين كلمه ديسبايوزيس؟ ده ديسبايوزيس معناها اختلال في الدايفرسيتي بتاع الجات مايكروفلورا. لو تشوف من الناحيه الثانيه هتلاقي كلمه مايكروبايودا ده. خلاص كده، خلاص كده، واطلع فوق شايف السهم طالع وسهم نازل، معنى ذلك الاثنين بيأثروا على بعض. شايف نيورو اندوكراين اميون ميدييتورز؟ خلاص كده، يعني ده بيأثر على البرين والبرين بيأثر عليه، بيأثر على الدايفرسيتي وده بيأثر على الموبيليتي. خلاص كده، شايف كلمه تحت كلمه الديسبايوزيس لو حصل اختلال في، ايوه هي دي، لو حصل اختلال في الدايفرسيتي او التنوع في الميكروبات اللي موجوده او البكتيريا اللي موجوده في الجهاز الهضمي، بص هيحصل ايه تحتها؟ انفلاماتوري سايتوكاينز، هيحصل لك التهاب. خلاص كده، النيوروميديوليترز هتاثر. شايف الميكروبيال ميتابولايز، هيحصل ميتابولايز وحشه عندك، عندك ليك جت هتخش على بلاد ستريم هتعمل لك مشاكل. خلاص كده، هيحصل لك كمان دايتيري في ايه انفلاميشن هنا. شايف كل ده بيأثر على بعضه. يبقى لو انا عندي مايكروبيوتا كويسه هتأثر على صحه الامعاء، لو صحه الامعاء وحشه هتأثر على المايكروبيوتا، لو الجهاز العصبي مش كويس هيأثر على الدايفرسيتي بتاعت المايكروبيوتا، عشان الموبيليتي قليله والمزاج قليل والاكل اقل والاختيارات في الاكل غلط، يبقى في هنا جات برين اكسس لازم اخد بالي منه. لو انا خدت بالي منه جسمي هيتظبط والامور هتتظبط. شايف كلمه ستريس فوق بتأثر على ايه؟ على كل حاجه. تلاقي عندك شايف كلمة هنا behavioral disordered، يبقى عندك العادات بتاعتك تبقى مش مزبطة. شايف cognitive
الديفيسيت زي ما انت قلت كده، العيال بتبقى يعني ذاكرتها مش كويسه، ادائها في المدرسه مش كويس، نفس القصه. شايف اوتيزم، الناس بيجي لها اوتيزم، ممكن الحاجات دي يحصل لها اوتيزم. لونلنس، تحس ان هي وحيده مش مبسوطه. حاجات كتير سمعناها النهارده في الحلقه من ناس عندك بيسالوا الاسئله ديت. فكل ده معناه ان الجات مايكروبايوم ليه سيجنيفيكانت رول في الهيلث بتاع البني ادم وفي المود بتاعك. يعني عايز اقول لك حاجه تانية كمان، لو قدرت تظبط الاسيديتي بتاعتك هتلاقي نفسك الاسيديك انفايرمنت اللي موجوده عندك في العقل تبقى احسن. يعني ايه؟ يعني ممكن خلي التفاح يبقى ظريف على السلطه. هنا بقى شايف بتاع دي افكت اوف ستريس اون ذا بودي. هنا عايز اقول لك تاثير الاستريس بتاعك على الجسم بتاعك. بص بيأثر على ايه، مش هخش في ديتيلز. هيأثر على البرين فانكشن، يأثر على الهارت ريت، يأثر على الجت، يأثر على العضلات ونمو العضلات، يأثر على البون، يأثر على الهرمونز، يأثر على الاميون سيستم، ويأثر على السكن. تبص تلاقي جلدك كده ضل كده محبب، بيطلع لك حاجات، بيطلع لك هيربس، بيطلع لك مشاكل. كل ده نتيجة السكن، والسكن فيجاس نيرف، كونكشن مع الجت، بيرميابيليتي، نيوترينز، كل دول متجمعين مع بعض. فليسن تو يور سيستم. حاجة انت لما حد لما بتتكلم معاه بيعملك irritation، بيعملك stimulation لحاجات بتحس ان انت مش مبسوط، يبقى you have to avoid this type of communication. مكان لما بتروحه بيخليك عندك anxiety، كلمة لما بتسمعها بتريجر حاجات، معنى ذلك ان انت محتاج ايه، تبعد عن الحاجات دي، او to create practice يقدر يخليك تقدر to control الستريس ده. في breathing exercise وبنعلمها للناس، breathing exercises ديت بتزبطك، عشان معروف لما بزود الأكسجين ممكن أعلي الهارت ريت، لما بزود الإكسهيليشن ممكن أقلل الهارت ريت. لو أنا ستريس، معروف إن من ضمن الحاجات اللي بتبقى أسوشيت من الستريس إن الهارت ريت بتاعي يزيد، يبقى أنا لما أعمل breathing exercise يقدر يمانج إن أنا أقلل الهارت ريت، يبقى أنا كده I can calm myself down بجست very simple breathing exercise. فلازم تعرف كده ازاي تتحكم في النفس بتاعك عشان تخلي نفسك دايما في stable position. ازاي لما تبص تلاقي الهارت ريت بتاعك بيزيد تعرف ان انت ممكن تكون under stress، فلازم تعمل breathing exercise. حاجات دي كلها دلوقتي في حاجات كتيرة قوي احنا ممكن نعملها بتساعدنا. يعني انت لو معاك مثلا ابل واتش او معاك مثلا فيتبيت او الحاجات اللي هي بتقيس الهارت ريت وتبص تلاقي الهارت ريت بتاعك زيادة، ها ليه الهارت ريت بتاعي زياده؟ لما تبص تلاقي مثلا جالك ريبورت بيقول لك انت الهارت ريت ديب بتاعك ما كانش كويس، وتبقى عارف ان انت امبارح كلت بالليل بعد الساعه 12 بالليل، يبقى هنا الاكل عمل تقل والحركه ما كانتش كويسه والهارت ريت مش عارف يودي الاكل ده فين، فزاد الهارت ريت بتاعي، يبقى انا كده ما ينفعش اكل بالليل. حاجات كتير دلوقتي ابتدت تبقى easy for you to understand when you do something what is the impact of it on you. خلاص كده؟ مش عايز اتكلم كتير، انا عارف لو هقعد اتكلم كتير مش هنخلص الحلقه دي طويله. يعني حبيبنا يا غالي، حبيبنا، احنا نتذكر الجميع انه هدفنا هو تفسير هذه الايه، فلينظر الانسان الى طعام. خلينا ننظر ونعرف ايش بناكل وليش بناكل عشان نعيش بصحه وسلامه. بشكر مره ثانيه جميع مشاهدينا اللي كانوا معنا، اللي سالوا اسئله اكثر من رائعه وجعلونا يعني صراحه نستمتع في هذه الأسئلة. ننظر دكتور، نشكر دكتور سامح على إعطانا هذه الفرصة، ونتمنى لكم جميعا كل الخير، ونراكم الأسبوع القادم. يا لكم سنتي، مع السلامة.